السلام عليكم، حلقة جديدة من ملعب اس بي سي، انطلاق الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان، الأرض تلعب لأصحابها. إلى العناوين: الفيصل يكمل سيطرته على ديربي المجمعة ويكسب الفيحة بهدفين لهدف، الأهلي يبحث عن مخرج أمام جمهوره والبداية من الفتح، من يكسب ديربي بريدة بين التعاون والرائد؟ حياك الله على قناة اس بي سي وعلى إذاعة جدة اف ام. انا خالد شنيف ومعي الكابتن من تونس الكابتن عبد الرزاق الشابي. مساء الخير كابتن. مساء الخير ابو الوليد، مساء الخير كل الشباب اللي معك والكابتن الاعزاء. ومن تونس الى مصر مع الكابتن جمال. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير كابتن خالد، تحياتي ليك وتحياتي للنجوم الكبار اللي موجودين في الاستوديو، اهلا وسهلا. ومعايا في الاستوديو الكابتن احمد عطيف والكابتن عيسى المحيان. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، تحيه طيبه لك والساده المشاهدين والمستمعين والزملاء. نبدا في المباراه احمد، المباراه الاولى اللي هي بار الفيصلي والفيحة، الارض ما زالت تلعب لاصحابها، شو اللي صار في المباراه؟ شوف انا اتوقع اول شيء لمباراه الفيصلي ولا الفيحة، الفيصلي كان داخل في شكوك في بدايه المباراه، كان الفيحة يمكن نوعا ما افضل داخل في الشكوك خاصه في خساره المبارتين اللي قبله، فبعد الهدف يمكن شال عنا الضغط. والفيصلي عنده ميزه في اللاعبين المميزين في وسط الملعب، العنصر المحلي العنصر الاجنبي، اعتقد انه بعد الهدف سيطر على مجريات المباراه، تخلى عن الضغط النفسي فقدر يكسب مباراة وبنتيجة ومستوى. الفيحة لازال عنده نواقص خاصة في بناء الهجمة، يعتمد على الرباعي في الارتداد في المقدمة على الارتداد، لكن يحتاج للوقت حتى يتحسن فنيا. ملخص أمامك يا عيسى تفضل. أكيد ما في شك، يعني فوز مهم للفيصلي بعد التعثر وأزمة الثقة اللي مر فيها الفريق. طبعا واقعية الفيصلي في مباراة اليوم وتعامله مع مجريات اللقاء واستغلاله للفرص اللي اتيحت له كان عامل مهم للفوز. الفيحة ما استفاد من أفضليته أغلب مجريات اللقاء، أضاع العديد من الفرص. فنيا الفيحة كان منظم في الضغط العالي والمتوسط، صعب البناء على الفيصلي بشكل كبير، شفنا الفيصلي واجه صعوبات في البناء من الخلف كثيرة اليوم. اعتمد الفيصلي بعدها على اللعب المباشر على تفاريز والبحث عن الكرة الثانية. مبروك الفيصلي، فوز مهم يستحقه. كابتن عبد الرزاق، الثلاث نقاط راحت لمن يستحقها؟ والله ما دام هو فاز الفيصلي يقولوا يستحق الفوز، لانه عرف كيفاش يستغل الفرص اللي اتاحت له ويعرف كيفاش يحافظ معناه على الهدفين اللي تسجلوا، ولو انه قبل هدف كان ينجم يقبل الثاني. نقولوا احنا مقابله كانت تقريبا للفريقين باش يفوزوا، الحاجه اللي تجبد الانتباه هو كونه ما كانش فما تسلسل في الهجمات بالنسبه للفيحة ولا للفيصلي. تشوف فريق تقول الحين هذا فريق احسن باش يفوز، وبعد يغيب وبعد يعاود يرجع في نفس المباراه ولا في نفس الشوط. معنا شفنا فريق الاداء نتاعهم الاثنين كان مره الفوق تقول هذا مستوى رفيع وبعد ينزل المستوى، ونفس العناصر اللي قاعدين يلعبوا. ونشوفوا اليوم الكسار معناه كان مميز واعطى اهداء للفيصلي ثلاثه نقاط. كابتن بروح لك للهدف الاول والضربات الركنيه اللي للفيصل، واحنا جالسين نشاهد الاحصائيه، تسعه للمرمى الثلاثه بالنسبه للثلاثه للفيصلي، تسعه للفيحة كثيره، تسعه ولا تسجل الا هدف واحد، وتشاهد هدف الفيصلي تكلم عليه يا كابتن، ايش اللي حدث فيه؟ والله شوف انا كمدرب نخير دفاع المنتومان، فما ثلاثه لاعبين معروفين، واحد على القائم الاول على مستوى القائم الاول، واحد في القائم الاول، وعندنا لاعب اللي هو قوي بالراس يكون هو الفري، والباقي اللاعبين الكل ياخذوا المنتومان. هنا نشوفوا في دفاع المنطقه اللي هو صعب على لاعبين على مستوى لاعيبه الفيصلي، تخليهم يجوا يجروا بدون منتومان في الوضعيه هذه، تلقى اللاعب اللي جاي فري مش زي اللاعب اللي واقف ثابت. كابتن هنا تضرب الكره. كابتن
تفضل يا كابتن، بس سؤال بسيط، الآن كثير من المدربين يلجأ إلى رقابة المنطقة في الضربات المواقف الثابتة، الدمج بينها أفضل أو رقابة المنطقة أفضل؟ حرنا بين المدربين. الدمج أحسن شيء هو الدمج، قلت لك أنا ثم ثلاثة لاعبين يلزمهم يخدموا المنطقة، وهذوما اللي يعينهم المدرب على حسب القوة نتاعهم في ضربين الكرة بالرأس، والآخرين الكل يخدموا الدفاع معناها المنتومان. هنا وقت تكون من دمجة أحسن من اللي تكون دفاع منطقة كما شفناه نتاع فريق الفيحة الكل ثابت على رجوله واقف، وفريق ولاعيبة الفيصل يجوا منطلقين، وقت اللاعب يجي منطلق بالقوة نتاع السرعة نتاعه، وقت ينزل على ساقيه يطلع من على أكثر من اللاعب اللي هو ثابت، وهذا اللي صار، وشفنا الهدف ضربة كرة على القائم رجعت استغلها لاعب الفيصل يسجل الهدف. خاصة أن الفيصلي من أقوى الفرق في المواقف الثابتة على طول لما تشاهد إيغور روسي وسيلفا. أحمد بروح لك للهدف الثاني للفيصلي، جملة ممتازة من الفيصل من بدايتها حتى استكمالها، تفضل. هذا هو أسلوب الفيصل من المدرب الإيطالي، أسلوب الفيصل في بناء الهجمة، في الاستحواذ، في الاعتماد على الثلاثي في المنتصف اللي هو ديسيلفا. الهدف الثاني للفيصلي هشام فايق على سرعة جاليرمي ومهارة الفردية لجاليرمي ورومان، وتمركز دائما تافاريز. شوف هذا الاستحواذ، بناء الهجمة، الصبر عند الفيصلي، واضح انهم هذا الاسلوب اللي اتخذه المدرب، تمشي الكرة من اليمين لليسار في استحواذ، في وجود حلول فرديه جاليرمي، في التمرير، في طلب الكرة من البدايه، في تفريز ورومان دائما الزياده، رومان خاصه رومان يسوي زياده عدديه مع تفريز، رجوع الكرة برضو الفريق دائما ما يكون يعني بعد ما يطلع تحصله في ملعب الخصم، وهذا شيء ايجابي جدا، واستغلال الضغط بعد خساره الكره، وهذا اللي حصل مع بعد ما خسر الكره على طول استغله وعكس اللاعب وتمركز تافاريز. احمد عفوا عيسى، اكيد ما في شك ان الفيصلي اليوم في الشوط الاول عانى كثير على مستوى البناء، يعني كان عنده اخطاء واضحه، في الشوط الثاني ممكن تطور، اللي ساعد في تطور الفيصلي هو الفيحة في الشوط الاول اجاد في الضغط العالي والمتوسط، صعب المهمة على الفيصلي، في الشوط الثاني أرهق الفريق، لأنه معروف أنه الضغط دائما لما صعب أنك 90 دقيقة تستمر على نفس الضغط وعلى نفس الرتم في الضغط. فالواضح أنه طبعا الفيصلي اليوم تعامل مع المباراة بواقعية، وهذا يعني هذه القيمة الفنية لتفاريز وتمركزه والتحول، ونهايته دائما تكون مثالية للأهداف. صحيح الفيصلي للعلم، وتشاهدون ارقام امامكم للعلم، الفيصلي ليس محض الصدفه اللي جالس نشاهده، من بدايه الدوري الى الان امام النصر، امام الاهلي، امام الاتحاد كان الاعلى سيطره، الاعلى استحواذا، والارقام حتشاهدون امامكم اكثر الفرق استحواذا، من بتشاهدون الفيصلي موجود بعد الهلال، ها غير جاهزه؟ اذا هذه الفيصلي 57%، الهلال 71%، الاهلي 57%، النصر 54%، الفتح 54%، لها اسبابها، جوده لاعبين واسلوب مدرب. تفضل. جوده لاعبين المحاور تحديدا، وروسي والاحمد برضو في الخلف، لان نشوف كابتن عبد الرزاق ممكن لما يكون الفيصلي يلعب امام فرق اقل، لكن لاعب امام الاهلي، امام النصر، امام الاتحاد، ومع ذلك استحواذه اعلى. لكن هنا الوقت اللي نقارنوا لعيبة الفيصلي بلعيبة آخرين ما نجموش نقولوا اللي هما أقل مستوى، لعيبة الفيصلي أحسن مستوى فرديا، وهذا ما يخليه معناه يقدروا يلعبوا من لمسة واحدة، يقدروا يحاوروا، يقدروا يلعبوا من لمستين، يقدر يعمل الكنترول والثاني والثالث وبعد يعطي باس، المهم الكرة ما تضيعش، وفما حركية في وسط الميدان، حسوها وقت اللي الكرة تمشي تبدأ من الصناترة ولا من الظهير اليمين ولا من عند الحارس، تحس بالكرة تخرج صحيحة وتتلعب، لانه فما نوعيه نتاع لاعبين يجيدون الاستحواذ، وهذا ما خلى الفيصلي حتى في الهدف اللي شفناه، الهدف الثاني، كيفاش يخدم الكوره من الدفاع للهجوم، معناها مشات الكوره على اليمين على اليسار كما كان يحكي الكابتن احمد، وراحت معناها تسجيل الهدف المفروض يتسجل في اللقطه الاولى، لكن اللاعب تاع الفيحة اهدى معناها هدف بخطا دفاعي، اعطى الهدف للفيصلي. انا ما نجموش نقولوا الفيصلي فريق سيء، نقولوا فريق ممتاز، لكن نطلبوا منه الاحسن لانه عنده نوعيه تاع لاعبين مميزين. عيسى، مع البناء والاستحواذ في مغامره، والمغامره انت طلبتها، اخطاء البناء.
زي ما ذكرنا الشوط الاول الفيصل عانى كثير. طبعا احنا ذكرنا انه هناك جودة، يعني يتكلم عن روسيا والأحمد وفايق، يعني عندهم جودة عالية في البناء، ولكن الكسار بالرغم من أنه من نجوم المباراة اليوم إلا أنه يعني ما ساعد الفريق في البناء من الخلف. هذه واحدة من المشاكل اللي واجهت الفيصل اليوم، ما استغلها عفوا الفيحة بالشكل المطلوب. صراحة الانتشار مهم، يعني أحد عوامل النجاح في البناء من الخلف. انتشار الفيصل اليوم نشوفه بالشكل المطلوب، ولكن افتقد الجودة وتحديدا الكسار، هذه برضو خطأ ثاني. الفيحة كان يعني مع بداية المباراة مع أول ربع ساعة خطأين من الكسار، لو استغلها الفيحة كان وضعه في المباراة بيكون أفضل. أنا مع عيسى، أنت لما فريق عندك أسلوب لعب في البداية، في بداية اللعب من الخلف، تحتاج إلى حارس يجيد البناء، تحتاج إلى حارس. أحمد أنا معك فيها. طيب مش مجبر فرض اسلوبه بعض المدربين يقول حتى لو اخطيت عيد مره ثانيه، القاعده لاحظه حتى مع الخطا يقول لك اعمل. الفيصل اليوم بعد المشاكل اللي واجهها تحديدا اول ربع ساعه اعتمد المدرب على اللعب المباشر. صرنا نشوف الكسار يلعب ضربه مرمى، ايضا الروسي لو لعبت له كوره مباشره على تفاريس، فهذا تحديدا بعد ما تقدم 1-0. زي ما ذكرت بعض المدربين يحاول انه يفرض اسلوبه حتى في الخطا، لكن اذا تكررت الخطا ممكن تسبب له مشاكل، لكن بعض المدربين يصر على اسلوب. معنا مدرب، وبسالك عن موضوع ثاني عن ايغور روسي. ايغور روسي باختيار الكل رجل المباراه. لما يكون عندك مدافع في هذه القيمه، مدافع فريق الفيصل يا كابتن عبد الرزاق. اي مدافع على مستوى نعرفوه احنا، روسي لاعب معناه مميز سواء في الكرات العاليه ولا في الكرات اللي في الارض. في طلوع الكرة مميز، في الباسات الطوال معناها مقيوسين بالملي، هذا من المدافعين المميزين في الثنائيات قوي، في الواقع معناها في السرعات قوي. الميزات نتاع المدافع العصري كل عنده، اعطاه ثبات للدفاع الفيصلي وهذا شيء ايجابي وننتظر منه للاحسن، لانه فما ديو اللي هو اللاعب الثاني اللي هو قاعد في الدكه اللي كان يلعب مع اساس وكانوا متفاهمين، يلقى روحه احتياط. مانيش عارف علاش سبب اختيارات مدرب، وكان هو روسي يزيد يتحسن اكثر من اللي يلعب معه اليوم. دافع ممتاز متمكن، اداء ثابت. احمد بروح للهجمات المرتده للفيحة، حدثت اكثر من مره، لكن اخطر مره اللي طلبتها في الشوط الاول انفراد. دائما الفيحة هذا اسلوبه، يعتمد المدرب الفيحة مدرب واقعي على الامكانيات الموجوده له، ما عند اللعيبه اللي في منتصف الملعب في الاستحواذ او الضغط، لكن يعتمد، يعني شفناها مباراه الطائي، مباراه الفتح اكثر من مره، يعتمد على الارتداد على الرباعي. بوجود الان تراولي ومع اوسو مع لوبيز، هذا هو الارتداد، دائما ما يعتمد على الارتداد وعلى السرعه، فهذا هو الاسلوب. ما شاء الله، عفوا، ما شاء الله يرجع، ما شاء الله يرجعها من البدايه، يرجعها 9 ثواني، رجعها من البدايه، معلش رجعها من البدايه، ما شاء الله 9 ثواني في الوصول من 18 الى انفراد. هنا عينك على الوقت، ما شاء الله. هذا شوف وين هو وصل، وشوف اعتماد على طول، هو حافظ اسلوب المدرب بعد ما انقطعت الكوره. عينك على العداد، شوف من وين، كم يمكن قطع 60 متر تقريبا، سرعه فائقة، وهذا أسلوب عنده مميزات كبيرة، هذا أسلوب حلول فردية كبيرة، ولكن ينقصه إنهاء الهجمة، دائما يوصل ولكن اللمسة الأخيرة يفتقدها في بعض الأحيان. لكن أنا أعتقد أن الأسلوب الفيحة، لا أشوف هذا اللقطة تكررت أكثر من مرة في أكثر من مباراة، يعني شفنا أهداف مباراة الفتح أمام الطائي، أمام أكثر من مرة، هذا هو الأسلوب المعتمد، وبالتحديد يعتمد على إمكانيات المدرب. بروح خلصنا الأمور المباراة، في أحد بيضيف شيء في المباراة؟ ها؟ خلصت المباراة؟ الحالات التحكيمية مع الكابتن جمال، في حالات في المباراة؟ نسمي المباراة دي خالد إلى تسمية مهمة جدا، وهي ضرورة وجود الفار في كرة القدم. مباراة النهاردة أثبتت هذا الكلام، هناك 3 حالات كانت من الممكن أن تغير نتيجة المباراة أكثر من مرة، هدفين ملغيين ثم تحويل إنذار إلى كارت أحمر. هنا الهدف اللي سجل هيبقى ليا، بس ليا عتاب على خالد الطريس اللي عمل مباراة كبيرة. هذه الحالة فاول واضح أمام الحكم،
كان من الممكن توفير الوقت اللي تم استهلاكه لمراجعه الفار، لانه الخطا واضح، الكره ما كانتش في متناول المهاجم نهائيا، المدافع هو اللي كان عنده الفرصه يلعب الكره وسهله جدا، ولكن في جميع الاحوال الفار هنا رجع للتصحيح. لكن انا متاكد انه خالد الطريس عارف ان في فار موجود، وبالتالي صبر على اللعبه، ولكن لو الحاله الثانيه يا كابتن واضحه الحاله دي، ها الحاله الثانيه واضحه واضحه الحاله الثانيه ايضا هنا هدف تم تسجيله، وبعدين برضو بمراجعه الفار الدقيقه جدا تبين ان هناك خطا، انه اللاعب سدد الكره من خلال قدم المدافع، يعني هو سدد قدم المدافع اولا، وبالتالي قدم المدافع هي اللي احرزت الهدف. الفاول دقيق، ودي بقى من الحالات اللي فعلا اللي الفار فيها كان عادل بنسبه 100%. الحاله الثالثه كابتن، هنروح الحاله الثالثه وهنشوف هنا حاله من الحالات ايضا اللي تراجع فيها الحكم عن قراره، الحكم قرر الانذار. هي الحالات دي في الملعب ما بتبقاش واضحه بشكل كبير، وبالتالي لكن الصوره قدامنا بتقول ان الحاله تستحق البطاقه الحمراء، وده اللي حصل من حكم الفار، ورجع الحكم الغى البطاقه الصفراء ورفع البطاقه الحمراء الصحيحه والمستحقه. طيب سؤال يا كابتن، الثلاث حالات لولا الفار موجود المباراه رايحه وين؟ ما ده اللي انا قلته لك في البدايه، يعني عارف العداله زادت بنسبه كبيره جدا جدا يا خالد في وجود الفار، وبالتالي قد نفتقد هذه الامور اذا كان الفار مش موجود، قد نفتقدها، قد نرى في الاستوديو التحليلي هذه الاخطاء بشكل كبير مؤثرة على نتيجة مباراة، وهناك العديد من المباريات التي قد تتأثر نتيجتها. الحالة الرابعة كابتن، في حالة غيرها ولا لا؟ لا، هم الحالات الثلاث دول أهم ثلاث حالات في المباراة. نشاهدك إن شاء الله يا كابتن في المباراة القادمة بحول الله، مستمرون معكم وبعد الفاصل. مباراة لا تستحق أكثر من نقطة. حياكم من جديد على قناة اس بي سي وعلى إذاعة جدة اف ام. انتهت مباراة الطائي والباطن، أو الباطن والطائي. كابتن عبد الرزاق، ليش المباريات اللي تكون مستوياتها قليلة تكون حتى ما فيها الأداء الفني العالي، جودة اللاعبين، الرغبة، الحماس، ايش الأسباب؟ والله نجم نقول المقابلة ما طلعتش على المستوى فوق المتوسط، كانت أقل من المتوسط، خلينا نقول المتوسط. الراجع في الحاجه هذه، انا نشوف الاجانب اللي المفروض اختيار السبعه الاجانب سواء في فريق الطائي ولا في فريق الباطن ينجم يكون احسن من اللي موجودين بامكانيات معقوله، ينجموا يجيبوا لاعبين افضل من هذا ويحطوا ريتم في اللقاء. اختيار اربعه ولا خمسه عناصر سعوديين مميزين ينجموا يبنوا فريق احسن من اللي قاعدين نشوفه فيهم، لانه المستوى اللي شفناه اليوم الحقيقه مستوى معناه غير كافي باش نشاهدوا مقابله معناها ممتازه وفيها ريتم. في بعض الحالات شفنا الفريقين في المناطق نتاعهم الاثنين، ومن بعد افتكاك الكره يمشوا للمرتده ويمشوا للبناء الهجمه السريعه. هذا خلى المقابله تكون ممله الحقيقه، ونتيجه التعادل كان تقريبا للفريقين، لانه الاثنين كانوا نجموا ينتصروا كما كانوا، معناها هذيك هي النتيجه اللي نشوفها عادله للفريقين. جرس انذار للفريقين في انتبهوا، المرحله صعبه القادمه ايسا. أكيد بالذات على الطائي، يعني شفنا مباراة اليوم تحفظ كبير من الفريقين وحرص شديد، أفضلية الباطن وجرأته أكبر من الطائي يعني أثناء المباراة. المباراة كانت محصورة في الوسط بشكل كبير، اعتماد الفريقين على الأخطاء واللعب المباشر أغلب مجريات اللقاء، أيضا افتقار الفريقين للحلول الفردية. الطائي لابد أن يتطور هجوميا، يعني نتكلم عن خمسة جولات. عيسى تسديدات على المرمى على مدار التسعين دقيقة 2-0، الطائي 0 تسديدات على المرمى. تعادل عادل، الفريقين ما يستحقون أكثر من ما حد يستحق الثلاث نقاط؟ ما حد يستحق الثلاث نقاط. حتى الباطن يعني نقطة تسديدتين على الباب، يعني في مباراة في ملعبك
ويمكن انت عندك الخبره الاكثر انك لاعب في الدوري. شو يسوون 90 دقيقه؟ لحظه ايش يعملون 90 دقيقه؟ كان في جرأة من الباطن يعني نسبيا يعني اقل من اكثر من الطائي بقليل يعني جاته يعني بعض الفرص ما استغلها بشكل مطلوب. تلعب 90 دقيقه ولا تسدد ولا تسديد على المرمى ايش تسوي؟ انا اتوقع جوده اللاعبين وحتى جودة المدربين. أنا بالنسبة لي في لاعب عجبني، أنا جودة اللاعبين في لاعب عجبني جدا جدا من فريق الطائي، أمير سعيود لاعب فريق الطائي، إذا تشاهدون اللقطات اللي أمامكم ممتع جدا داخل الملعب، فلمسته ولمسة الكرة قدم اليسرى جيدة فعال أعطانا إضافة جيدة. أنت عندك سبع جانب كابتن تفضل، عندك سبع جانب انت يعني تقدر تختار نفس نوعيه اللاعبين هذه وجوده اللاعبين. يعني كره القدم الحين كلنا احنا يعني نشوف ونعرف اللاعب اللي جودته عاليه. ابو عمير السعيود موجود القدرات الموجوده فيه وامكانيات الموجوده. تفضل. ظهر بشكل مميز اليوم. المشكله الكبرى للطائي ما امير السعيود ما كان يلقى مسانده من لعيبه الاطراف، تعرف لما في التنظيم الهجومي خاصة منظومة عمل هجومي فريق لما يصعد أكيد أمير سعيود حيطلع حيظهر بشكل أفضل في المباراة. اللاعب قدم لمسات فنية عالية، لاعب مميز، إضافة كبيرة للطائي، ولكن بدون ما يلقى مساندة من اللاعبين الآخرين أعتقد أنه حيواجه مشاكل يعني في هذا الموسم. الفريقين كلهم يحتاج لهم شغل كبير صراحة. انذار، جرس انذار، اللقطات موجودة بتعرضونها. اي كابتن عبد الرزاق بروح لك للاعب المغاربي اللي شفت امير السعيود بقيمه عاليه، شو الاضافه اللي عملها؟ لاعب مميز ولاعب رجله يسار معناه تمتع المتفرج، والقوه نتاع اللاعب هذا معناه القرار نتاعه في اخر لحظه معناه يكون باش يشوط وقت اللي يشوف اللاعب حط رجله يحاول ويبدل الفكره نتاعه. يبقى لاعب كيما هذا لازمك تحط معاه مجموعه تاع لاعبين سواء طرف يمين طرف يسار راس حربه اللي كلها تكون منسجمه مع بعض باش ينجم هو يبدع اكثر ونجم يخرج الباس الديسيزيف اللي تمشي للباب، ونجم هو زاد بالامكانيات الفرديه اللي عنده كان ينجم معناها ينهي المباراه لصالح الطائي في المحاوله اللي عملها كانت محاوله فرديه ممتازه، وفي الشوط الاول نفس الشيء عمل محاوله ثانيه. بقى غير كافي لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة، يلزم التوظيف نتاعهم كمجموعة باش يكون ثم انسجام وقت اللي هو يحط كرة على رجله طلبان الكرة يكون متواجد معناها مش مرة مش اثنين، يلزم على طول المباراة في 90 دقيقة باش ينجم هاللاعب هذا يبدع ويزيد يمتعنا، لأنه لاعب مميز وعجبني أنا شخصيا. تعرفه قبل كذا يا كابتن؟ نعرفه شفته لكن ما كنتش مركز عليه كثير الحقيقة، لأنه فما عدة عناصر من النوعيه هذه وقت يكونوا متواجدين معناها ما يجبدش هو الانتباه، لكن اليوم وقت اللي تحطه في فريق اللي المستوى نتاعو هو يكون افضل من اللي موجودين يبان اللاعب اللي هو مميز. وما ننسوش اللي فريق الطايه فريق الباطن خلوه يعمل الكنترول ويمشي للعمق، هذا المفروض تصير عليه الفاول برا ب 18 لانه لاعب خطير ولاعب مميز ونجم يعمل الاضافه بكرات اللي كما اللي شفناه. أمير سعيود خطر على الفرق الأخرى، مهاراته عالية بصراحة جدا جدا جدا. شو المشكلة في الهجمات المرتدة للطائي؟ أول شيء خلينا نتكلم على الطائي، خمسة جولات هدف واحد. هذا واضح أن الفريق يعاني هجوميا. اليوم الطائي يعني منظومة عمل الدفاعي نشوف دائما الطائي أغلب مجريات المباراة دفاع منطقة، ولكن ما يستفيد من التحولات الهجومية بشكل كبير، ما يستغل المساحة اللي في ظهر المدافعين. أنت لما تدافع دفاع منطقة لابد أنك تطور التحولات الهجومية عندك بشكل كبير. طبعا عدم استغلال المساحة تكلمنا فيه، أضف إلى ذلك يعني الفريق ككل لا يوجد ثقة في الجانب الهجومي. طيب أعزها لك، ترى الفريق مجمع 20 لاعب جابوهم مع بعض، هذه كم يحتاجون فترة؟ المشكلة هذه كثير يعاني منها الطائي حاليا، عانى منها النصر العام الماضي لما جاب عناصر محلية جاب عناصر محلية على مستوى عالي وعناصر أجنبية في الجولات الأولى النصر طبيعي اللي يصير. أضف إلى ذلك أنه الأهلي الآن برضه تغيير أكثر من السؤال على الطائي اللي يصير للطبيعي طبيعي جدا لذلك طبيعي جدا المدرب لازم يحرص على خلق الانسجام. ما أعتقد أنه طبيعي، لأن أنا عندك الوقت الكافي، انت عارف مدرب جديد ترى اول مباراه. هذه اشكاليه انت خالد تكلمت فيها بدايه الموسم، مشكله المدير الرياضي
نرجع كل مرة لأن لا على مستوى الأجانب، لا على مستوى حتى في تغيير المدرب. يعني أنت بتشارك في دوري محترف تحتاج قيمة عالية من لاعبين على مستوى عالي، ما يحتاج يعني للأسف الطائي اليوم العشرة عنصر واحد مدرشي هو اللي من العام الماضي مع الفريق، يعني 10 عناصر جديدة، فبالتالي انا اشوف يعني انا اعتقد يعني انسجام تحتاج وقت، يعني مستوى الطائي لا على مستوى البناء ولا على مستوى التنظيم الدفاعي، يعني ما في اي لمحة فنية للأمانة. والملخص يطلع عفوا الإحصائية تطلع مرة ثانية، علق عليه الكابتن عبد الرزاق، الطائي وين رايح؟ ما في الا هدف، فرص قليلة، وين رايح؟ ايش الرسالة توجهها للطائي؟ الاشكاليه كابتن خالد، ما نقولوش المدرب الجديد ولا المدرب اللي كان معناه مش عارف المجموعه قاعده تخدم مع بعضها، الفريق صعد وكان جوه كويس، المفروض من وقت اليوم الصعود اداره الطائي تبدا تشتغل على انتداب اللاعبين المميزين، وتعرف اللي فما ميزانيه معينه وتقريب حط المينيموم اللي باش تصرف 70 مليون ريال، لازم تعرف تقسمهم، تعرف توظفهم وتجيب عناصر مميزين على حسب امكانيات بطبيعه الحال الفريق، ما نجيبش لاعب اكبر من حجم الفريق، لكن نجيب لاعبين متوسطين لكن مستوى قتالي ومستوى فيه امكانيات فنيه وامكانيات بدنيه وعقليه كويسه تجب تعطي الاضافه للفريق هذا. اللاعبين المحليين نفس الشيء، فما لاعبين محليين اللي الحقيقه تحت المستوى، فما بعض العناصر كويسين وفما عناصر اخرى اللي الحقيقه ما عندهمش مكان في الممتاز، وهذا ما يخلي فريق الطائي متذبذب في الاداء، النتائج نتاعه سلبيه، سجل هدف واحد معناه غير كافي، لانه نشوفوا الفرق تاع الباطن ولا غير الباطن اللي خلينا نقولوا المستوى الثاني شويه قاعدين يخلقوا فيه فرص وسجلوا فيه اهداف حتى ولو ينهزموا، تشوف فريق تحس الفريق هذا نجم ينقذ نفسه ولا يمشي المستوى افضل، لكن الطائي اللي نشوفه فيه الوقت الحاضر يلزمه كثير شغل والحقيقه عناصر زاد اللي تعمل للفرق. كل تاكيد كابتن، انا بس هي رساله لاداره الطائي والباطن، من الان الخطر واضح على الرجوع للدرجه الاولى، العمل من الان الفريقين، قاعد اشاهد مستويات للطائي رقم واحد والباطن رقم اثنين، الانتباه من الان والعمل من الان، ترى الخطر لما تدخل دوامه الخسائر لن تتوقف. اروح لدوامه التحكيم كابتن جمال. خالد، زي ما حقق من كلامكم اسلوب اللعب التقليدي للفريقين، طريقه اللعب التقليدي وعدم وجود عنصر المفاجاه، البطء في التحرك والبطء في تمرير الكره، هذا سهل ماموريه الحكام بشكل كبير جدا وكانهم في مباراه وديه، وبالتالي المباراه في الحقيقه ادارها الحكم الحاله الاولى يا كابتن محمد بالشكل رائع. حالات قليله اخذناها لمجرد بس يكون عندنا حالات، هنا الكره لم تعبر خط المرمى، نشوفها هنا قريب، هنشوف الكره لما تتسدد هتيجي في العارضه لبره، وبالتالي لا يوجد هدف وقرار. الحاله الثانيه يا كابتن هنشوف بعد كده حاله انذارين، الحاله الاولى امام الحكم زي ما قلت لحضرتك، البطء في اللعب خلى الحكم موجود وشايف التفاصيل، وبالتالي سهلت عليه المأموريه والانذار صحيح ومستحق. الحاله الثالثه نفس الشيء، في الحاله الثالثه هتشوف انه الحكم تحركاته هنا اهو متحرك وشايف، وهنا يدي الانذار للهجمه الواعده، وبالتالي هذه هي الحالات اللي موجوده في المباراه، مباراه سهله جدا تحكيميا ولا نبخس حق الحكم اللي ادارها بشكل رائع. بعض المرايات تريح الحكم يا كابتن صراحه، انت تقول مرتاح الرجال. هي دي المباراه اللي مريحه الحكم، قلت لك ودك تحكمها مره ثانيه، شكلك ودك ترجع تحكم. التمريرات بطيئه، ما فيش عنصر مفاجاه، ما فيش الحكم كم كيلو جرى تقريبا؟ الحكم كم كيلو يجري في المباريات اللي مثل هذه تقريبا؟ لا انا في المباراه دي اعتقد انه هنا مش هيزيد عن 6 كيلو. وبالعاده يجري كم؟ المتوسط من 10 من 9 ل 12 حسب مراي. اجل يحكم له مباراه ثانيه اليوم ما تخلص. شكرا يا كابتن جمال، موعدنا ان شاء الله في حلقه ثانيه بحول الله يا كابتن. ان شاء الله، تحياتي ليك ولكل الجمهور. صباح الخير يا كابتن. مستمرون معكم وبعد الفاصل. الأهلي ومحاولة التصحيح 3 نقاط.
حياكم من جديد على قناة اس بي سي وعلى إذاعة جدة اف ام. لمباراة الأهلي والفتح كابتن عبد الرزاق، والنتائج الأهلي جالس تظهر أمامك في العشر مباريات الأخيرة، لم ينتصر غير مباراة، أربع مباريات تعادل في الأربع مباريات الأخيرة. أنت كمدرب إيش المفروض اللي تعمله في الأوقات هذه؟ مفروض الفريق كما فريق الأهلي الاسم الكبير واللاعبين الكبار والقاعدة الجماهيرية الكبيرة، يلزم مدرب يكون الحوار كبير مع اللاعبين باش نطلع الماكسيموم من الاداء نتاعهم، لازم تقربهم ليك بالحوار. ثاني شيء في التمارين تعطيهم الثقه، حتى ولو اللاعب يغلط لازمك ديما تكون ايجابي معاه وتسانده وتعطيه الثقه باش الفرصه اللي تضيع في التمرين تتولي تسجل ويكون الانسجام ما بينهم وينقصوا الاخطاء. تحاول خاصه فريق الاهلي الاخطاء المتكرره في المنظومه الدفاعيه نتاعه هي المشكله، لانه في الهجوم كله يتصلح، وقت اللي تسجل هدف في الهجوم ما سجلتش ثلاثه مش مشكل، لكن وقت تقبل هدف وتقبل اثنين وتقبل ثلاثه هذه المشاكل اللي لازمها تتصلح. هي يعني الكل فما فقدان ثقه في وسط الجروب، اللي يلزم المدرب خاصه المدرب يعرف كيفاش ياخذ المجموعه نتاعه ويعرف كيفاش يتحاور معهم، يعرف كيفاش يطلع منهم اقصى شيء ما عندهم ويخليهم يلعبوا بريحية في الميدان ويستمتعوا ويقدموا لنا كره قدم كويسه في مستوى الاهلي اللي متعودين به. كابتن، هي مشكله هجوميه في التسجيل ام مشكله دفاعيه في قبول الاهداف للاهلي اللي قاعد يصير في الاربع مباريات الماضيه؟ الفريق اللي يكون فريق قوي ولا ياخذ الدوري لازم يكون عنده دفاع قوي، وقت نقول الدفاع هي المنظومه الدفاعيه الكل، واحسن خط دفاع يكون في الفريق ديما. الاغلبيه البطولات العالم تلقى الفريق اللي ماخذ البطوله تلقى عنده احسن خط دفاع، وهذه معناها اللي ناقصه الاهلي الوقت الحاضر، لازم يقوي المنظومه الدفاعيه نتاعه، لانه في الهجوم سهل الاهلي عنده عناصر مميزه، عنده عناصر تفرق في كل وقت، لكن وقت اللي هو يقدم المستوى الطيب ويلقى الدفاع نتاعه قاعد يقبل في الاهداف حتى معنويا يتمسوا لعيبه الهجوم ويولي ياثر على المجموعه ككل. احمد، لاعبين الوسط الاثنين اللي هو بن دبكه وباولينو وعمل الاثنين والاضافه اللي يعملون الاثنين، شوف انا اشوف بن دبكه قاعد يقدم مستويات على كبيره جدا مع الفتح. باولينو لحد الان ما شفنا باولينو اللي يامل عليه الفريق الاهلاوي. بن دبكه تشوفه في الصناعه، في الزياده العدديه، باولينو لحد الان لا على المستوى البدني لا على المستوى الفني. اكيد ما في شك، يعني باولينو شفناه في المباريات الاخيره قاعد يخسر كثير من الكور، مو قاعد يساعد الفريق في الاستحواذ بشكل كبير. طبعا ممكن الميزه الوحيده اللي اضافها حتى الان باولينو هو دخوله لل 18 بشكل كبير، وشكل خطوره يعني في اكثر من هجمه للاهلي في الاربع جولات السابقه، اضف الى ذلك انه في الكور الثابته دائما يعني تمركزه جيد فيها. اللاعب واضح انه بعيد عن يعني تسعة اشهر بعيد عن رتم المباريات، بالتالي يعني يحتاج وقت. هذه ميزه باولينو، طبعا جاب جولين الى الان، لاعب عنده حس تهديفي ودائما يكمل بشكل خطير. الوقت اللي بيكون جاهز فيه اتوقع بيكون اضافه كبيره للاهلي. لاعب قيمه فنيه كبيره، الصبر عليه مهم يعني من الجماهير ودعمه يعني. وانا لي راي في اللاعبين، ها تابعوا الدكه من الموسم الماضي، من افضل لاعبي الوسط اللي يعمل الزياده في لحظات لا تتوقعها موجود تجده موجود، ارقامه عاليه جدا ان شاء الله في هذه الحلقات القادمه بنستعرض ارقامه عاليه جدا في التسجيل والوصول للمرمى، لاعب فعال اليوم. تفضل. في نقطة بعد بن دبكة، تحركه بين الخطوط وزيادته صراحة دائما بشكل مثالي يعني في طريقة 4-3-3 اللي دائما الفتح في العام الماضي وهذه السنة برضه يعتمد عليها بشكل كبير. بن دبكة دائما يعطي دور هجومي كبير ودور دفاعي كذلك، لاعب مميز وإضافة كبيرة. اليوم سوينا شيء للضيوف ولي أنا بعد عشان تصيدونا، ما في مصيود ها، في توقعات كل مرة موجودين حنعمل توقعات لمباريات الغد. كابتن عبد الرزاق، توقعاتك لمباراة الأهلي والفتح واللي قمت طالع قلت لك تعادل تقول لي ديما ترضي، لكن لا، انا نشوف المقابلة دي قريبة أكثر للفتح أكثر منها للأهلي، يعني الفتح كل مرة المقابلة هي في جدة. توقعك في جدة؟ أي في جدة، الأهلي والفتح. المقابلة
الاهلي وقت اللي يلعب الفتح البرة من بلده يقدم مستوى طيب وممتاز وممتاز جدا، ويسجل الاهداف ويفوز الشباب في اللقاءات تجي من برا. اشوف الفتح اقرب تعادل ولا الفتح؟ انت ايش اللي معطينا؟ انا ماشي للتعادل او الفتح. التعادل، انت اللي موجود عندنا مطلوب منه التعادل، يعني انت طالب التعادل. عيسى طبعا الكل يقول الفتح، ولكن انا اتوقع انها بدايه انطلاقه الاهلي. عيسى المحياني يقول الاهلي، يطلع عيسى بنشوف عيسى. عيسى المحياني يقول الاهلي. يقول الاهلي. واحمد عطيف نبغى نشوف صوره احمد عطيف. انا الاهلي. 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 الاهلي على العناصر الفنيه، ويمكن الضغط اللي قاعد يمر فيه ممكن بكره من غير السومه الاهلي ترى بكره. هو شوف قاعد يعاني من غير السومه، لكن العناصر الموجوده اتوقع انه بكره راح تكون لك. وانا اروح مع الكابتن عبد الرزاق. صورتك هنا. انا صورة. غير صورتي اهم شيء. انا اروح مع الكابتن نمسكها عليك. انا مع الكابتن عبد الرزاق اروح للتعادل بين الفريقين. هو مشكلة الاهلي نفسية، لو كان حاضر نفسيا بكره اتوقع المباراة. رغم ترى الفتح ترى قاعد يقدم مستوى جيد، صحيح انه خسر في مبارتين، كان مباراة وتعادل في مباراة الفيحة اللي تعادل فيها كان أفضل، يعني تعتبر خسارة نقطتين في أرضه وكان أفضلية، لا اعتبر عبارة عن خسارة، لكن الفتح قاعد يقدم مستوى مميز. بكل تأكيد الفتح يقدم مستويات مثالية، الأهلي في مرحلة الشك، وأسوأ مرحلة يمر فيها فريق هي مرحلة الشك. مستمرون معكم مباراة الأهلي القادمة، هذه مباراة الأهلي القادمة، الاهلي والفتح، الاهلي الفيحة والاهلي، الاتحاد والاهلي، الاهلي والاتفاق، يعني فيها تدرج من صعود الى هبوط. ننتظر مباراة الفتح والاهلي، الاهلي والفتح والنتائج اللي فيها. مستمرون معكم وبعد الفاصل. ضمك بعام الارتفاع يقابل الشباب. حياكم الله جدا على قناة اس بي سي وعلى إذاعة جدة اف ام. هذا الهاشتاج موجود أو الرسائل الواتساب، ممكن تكون المشاركة من خلالها إلى مباراة الرائد والتعاون، مدربين ذو قيمة عالية وأفكار مختلفة. أكيد ما في شك، يعني ممكن الرائد يعيش مرحلة جيدة في الفترة الراهنة، التعاون عناصريا أقوى، لعب بغض النظر عن مركزه في الدوري، لكن الفريق لعب مباريات كبيرة أمام الهلال والنصر والأهلي، ظهر بمستوى جدا ممتاز، أضاع نقاط كانت في متناول اليد. التعاون. التعاون، نتكلم عن التعاون. طبعا عودة جوميز، شفنا الفريق في المباراة الماضية ظهر يعني بشكل جدا مميز في الضغط العالي والمتوسط في الاستحواذ. أتوقع أنه بعد عودة جوميز التعاون حيكون له شأن كبير وهو الأقرب للفوز. يعني كابتن عبد الرزاق، نشاهد الرائد يلعب، هو اللي أعتقد الفريق الوحيد اللي يلعب خمسة في الخلف، إيش الأسباب اللي اتخذها ماشين؟ والله ممكن هو بعد ما شاف المقابلة وحل الوضع بتاع فريق الرائد، شاف من أحسن بشي أمن الدفاع بتاعه، لأنه بالمشاكل بتاع الرائد الموسم الفارط هي الدفاع نتاعه، وكان الحقيقه كان فريق مميز، فريق يصنع الهجمه المرتده بسرعه سريعه من التحول من المنطقه الدفاعيه الهجوميه، عنده اشكال في الدفاع، شاف مصلحه الفريق على حسب العناصر اللي موجوده باش يحط ثلاثه سناتر ويمشي اثنين في الاطراف اللي يعطوا الاضافه في الاطراف، وناجح الوقت الحاضر بالوقفه نتاعهم اللي نشوفه فيها فوق الميدان. هذه المواجهات التاريخيه احمد امامك. شوف انا الميزه في التعاون ان جوميز لما رجع نفس الاسلوب اللي بناه في البدايه سرعة. بناه في البدايه، فاعتقد ان التعاون الان قاعد يسيطر واقرب للفوز بسرعه حفظوه المفاجاه لي بسرعه، لان الجوميز هو اللي بنى هذا الاسلوب في التعاون وهذه الشخصيه في اللاعبين، ووجود برضو لاعبين مميزين يطبقون الاسلوب اللي هو يبغاه، يعني ساندرو على سيدريك، على رجع في المباراه الاخيره لو شفنا رجع كاكو ربيع، وجود توامبا مهاجم على مستوى، فاعتقد ان ماشين مدرب للرائد اعتقد انه يلعب على امكانياته حتى في الضغط، يعني لو شفنا مباراه الاهلي في المباراه السابقه مو قادر يبني من الخلف،
صراحه كان في الضغط العالي مميز في الاستحواذ سيطره التعاون. انا عيسى يعني انت مدرب ومعنا عبد الرزاق مدرب يمكن تفهمونا فيها باقصر وقت عشان عندنا مباراه الشباب. ايش السرعه اللي وضع بصمته فيها يعني في ثلاث اسابيع؟ هذه ميزه المدرب يعني اول شيء خلق الانسجام اللاعبين، اضف الى ذلك انه وضع بصمته من اول مباراه. قومي صراحه من خيره المدربين اللي مروا على الدوري وعلى التعاون من وجهه نظري. انا تعاملت معه شخصيا، رجل ذكي، رجل عملي، رجل له فكره واضحه ويضع وسيضع حتى التعاون. ادارته للمباراه وقراراته على الاغلب تكون صحيحه. وسيضع للتعاون بصمه كبيره جدا في المستقبل، ترى مدرب ممتاز. الان وقت الجد. وقت الجد، وقت الخيارات، توقعات المحللين. كابتن عبد الرزاق حنبدا فيك. تقول يا فوز يا تعادل، يا فوز الف فوز باء تعادل. فوز التعادل ولا فوز التعاون ولا تعادل؟ اعطينا واحده. نعطيك واحده فوز التعاون. واحده فوز التعاون، ايوه. ها عيسى. التعاون اقوى فنيا وحلول فرديه اكبر يعني. احمد. انا اروح للتعاون. انا اروح للتعاون. كله رايح تعاون، متفقين للتعاون. من مباراة التعاون إلى مباراة ضمك والشباب، كابتن عبد الرزاق ملعبك أو ملعب أبها، ونتشاهد النتائج اللي تحدث لضمك، نتائج قوية جدا على أرضه. إيش الأسباب اللي نتائج قوية قاعد يستغل صح في عامل الارتفاع وعنده هالتعليمات هذه ويعرف يتعامل مع الوقت بتاع المقابلة لأنه الوقت مهم في الارتفاع، وقتاش تضغط وقتاش تطيح وقتاش تقوي في الريتم على الخصم. وهو لسه معناها ما اخذاش النفس اللي يلزمه ياخذه. ما ننسوش اللي الشباب معناها لو تعرف التاريخ نتاعه مع ابها ولا مع ضمك، ما نتائجه ما كانتش دائما ايجابيه، كانت نتائج معناها تقريبا مجملها ناقصه شويه في النقاط. فريق الشباب ماهوش الفريق اللي ننتظره فيه معناها الموسم هذا باش يكون هو اللي مبدع. شفنا مستواه معناها متذبذب بدايه الموسم، مستواه متوسط الاكثر والاقل. فريق ضمك نشوفه معناها اقرب للانتصار. حنرجع لك في توقعك بعد شوي، لا تشيل هم، حنرجع لك في توقعك يا كابتن. بس للعلم ترى تقابل الشباب وضمك يا كابتن اربع مرات، فاز الشباب ثلاثه، تعادل ضمك مره. احمد بروح لك الى زلايا وايجالو وحاله الاثنين، وش الفرق بين هذا وهذا؟ زلايا لاعب يمكن في الصندوق ولاعب ينتظر الثابته، لاعب مميز، لكن يقالوا قيمه فنيه عاليه للامانه. يقالوا لاعب على مستوى حتى في نزوله للاحيان يعطي حل للاعبين الوسط، حتى واحد ضد واحد يعرف امام الباب، يعرف ينهي كويس. يقالوا لاعب قيمه فنيه عاليه. الشباب ما استغل اللاعب هذا بشكل جيد، خاصه الثلاثي الخلف. يقالوا انا اتفق مع احمد، الشباب منظومه الهجوميه في هذا الموسم ما ساعدت يقالوا بشكل كبير. غياب العنصرين او الاستغناء عن العنصرين، اتكلم عن فابيو وجوانكا اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير. الشباب شفناه في بداية هذا الموسم قاعد يعاني على المستوى الهجوم. يقالوا طبعا لاعب مميز، متى ما تحسن التنظيم الهجومي للشباب حيظهر بشكل واضح يعني. كابتن انت كمدرب تفضل من نوعية اللاعبين، اللاعب الحركي واللاعب القوي كرأس حربة؟ والله انا نحب اللاعب الحركي اللي يقلق الدفاع، اللي يعطي حلول للزملاء بالتحرك بتاعه، ما يخليش الكره تطلع صحه من عند السناطره الاثنين. وهذوما النوعيه نتاع المهاجمين المطلوبين في العالم الكل بصفه عامه، لانه اللاعب اللي يكون مهاري وما يكونش عنده قوه بدنيه باش يقلق الدفاع ويعطي الحلول للزملاء ما ينجمش يكون معناها ديما حاضر في 18. ولهذا من العنصر اللي هو مميز عندي انا كمدرب هو المزعج، اللي يقلق، اللي يتحرك، وهذاك اللي ما يقلقش من التحرك. انا بروح لك الى بقلقك في عمليه اختيار توقع المباراه. بالنسبه ايه خلا انتظر تطلع، لين تطلع لو حتشاهدها. اذا توقع المباراه بالنسبه توقع مباراه ضمك والشباب حيكون فيها اختلافات كثيره. كابتن عبد الرزاق. انا قلت ضمك. ايوه. ما كاتب معطيهم تعادل الان، علمنا وصل لهم للشباب تعادل. انا قلنا احنا اعطينا تعادل او ضمك اقرب. تبغى ضمك ولا تعادل؟ حدد.
خلينا على ضمك ضمك حطوا له ضمك حطوا له ضمك حطوا له ضمك ها ضمك ما في مشكلة ضمك كابتن عبد الرزاق. طيب كابتن عيسى والله أنا أقول الشباب أنا أروح مع الشباب الشباب كابتن عيسى كابتن عيسى الشباب كابتن أحمد أنا أروح للتعادل بسبب الحالة الفنية السيئة اللي يمر فيها الشباب كابتن أحمد هيروح إلى تعادل قاعد يستنى المخرج يقول أنت ما حجاوبك ما حجاوبك بكرة حجاوبك شباب أروح للشباب إذا باختصار كل واحد يقول أسبابه ليش الشباب وليش التعادل كابتن عبد الرزاق أعطانا سببه عيسى وأحمد والله يا شباب يعني من نوعية الفرق اللي دائما يحب يكون في المنافسة فرط في بداية الموسم وأعتقد أنه بعد توقف يعني أكيد أنه الفريق عمل يعني وطور في منظومته الهجومية المستوى الفني للشباب انا ما اشوف انه قاعد يتصاعد يعني الحين اربع مباريات حتى الفوز الاخير امام الحزم ما كان في الحالات الفنيه الايجابيه ما في تصحيح للاخطاء استمرار للاخطاء الدفاعيه ما في الحلول الهجوميه في الامام اعتقد الشباب قاعد يمر بمرحله سيئه على المستوى الفني كابتن عبد الرزاق نصيحه لمدرب ضمك ونصيحه لمدرب الشباب كيف يكسبوا مدرب الشباب يجب يقدم مستوى مجموعة ككل سواء من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية لأنه مش تلعب في الارتفاع إذا مش تمشي تضغط عالي مش تقلق أوكي في بعض الأوقات لكن بعدين مش تنهار بدنيا وممكن تنهزم في المقابلة يجب يعرف يتعامل مع الوضعية دي بالنسبة لضمك فريق معناه يجب يكون متوازن فريق يجب يدافع صح لأنه هذيك هي الأسلوب اللي يجب يلعب به ضمك الدفاع بتاعه يجب يكون قوي ما يقبلش أهداف وبعد يمشي للهجمات لانه عنده قوه ضاربه اللي هي كره الثابته نجم يسجل في كل وقت. كل تاكيد. شكرا لك يا كابتن. يعطيك العافيه. انا بالنسبه لي ليش رحت للشباب؟ الشباب جاء بنيقة هنا اعطينا نصيحتين بتشاهدوا بنيقة مختلف كليا. شكرا احمد. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا كابتن عبد الرزاق. شكرا لكم شكرا للشباب الكل يعطيكم العافيه بالتوفيق يعطيك العافيه يا كابتن ملعب اس بي سي لاهل اللعبه اصبحنا على خير We'll be right back.